وللمزيد حول آخر التطورات في غزة سياسيا وعسكريا وإنسانيا، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين الكاتب والباحث السياسي عدنان الصباح. أستاذ عدنان، مرحبا بكم. لنبدأ من ما ذكره موقع انترست بالأمريكي، حيث يقول إن محادثات وقف إطلاق النار التي تقودها واشنطن يعني أصبحت أداة لإدامة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. يعني ما هدف واشنطن من وراء كل ذلك أستاذ عدنان؟ مساء الخير لحضرتك. حياك الله سيدي الكريم. يعني إذا جاز القول أن لأن هذا ما يبدو حتى هذه اللحظة، رغم كل الأشكال الخداع التي تمارسها الولايات المتحدة على العالم، من أنها راغبة بوقف المقتلة ومن أنها تسعى بكل ما يمكن للضغط على بنيامين نتنياهو وعلى دولة الاحتلال. أولا، الولايات المتحدة تريد أن تكرس صورة الوسيط، وأنها ليست جزءا من هذه المقتلة، وأن المتسبب الحقيقي والذي يقوم بهذا الدور هو شخص وليس حتى دولة الكيان المحتل، وإنما شخص بنيامين نتنياهو وعصابته، وتركز على ذلك، على أن الاتصال ببنيامين نتنياهو والضغط على بنيامين نتنياهو، بنيامين نتنياهو وضع شروطا جديدة، بنيامين نتنياهو يريد إفشال الصفقة، بنيامين نتنياهو هذا له هدفان. الهدف الأول أن الولايات المتحدة جادة في أنها تريد أن تتخلص من بنيامين نتنياهو وعصابته بسموتريش وبن كبير، لأنهم لم يعودوا من النوع المطيع، أو باتوا يعتقدون أنهم كانوا يعتقدون أنهم قادرين على القاد يقولوا لا للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة مرغمة على أن تستجيب لإراداتهم ولطلباتهم. لكني لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتحمل ذلك طويلا، أو ستحاول أن تطيل أمد هذا الخداع، لأن المتغيرات ليست جميعها بيدها. اليوم كان هناك رد من حزب الله، والرد كان واضح وقيل عنه بوضوح على لسان الأمين العام للحزب صراحة السيد حسن نصر الله أن هذا ردا أوليا، وكان هناك إشارة أنه ليس الرد الوحيد أيضا، يعني هناك ردا يمنيا، هناك ردا عراقيا، هناك ردا إيرانيا، وبالتالي الأبواب مفتوحة. في خطابه اليوم قال السيد حسن نصر الله أن التأخر الرد جاء لإعطاء المفاوضين مهلة ولإعطاء المفاوضات فرصة النجاح، وحين تبين لنا أن هذه الفرصة وهذه المهلة غير كافية غير مجدية، قررنا أن نذهب إلى البدء بعملية الرد. طيب أستاذ عدنان، أيضا أن هذه بداية الرد. نعم. واختيار اليوم، هذا اليوم المفترض أن يكون هذا اليوم الأخير في المفاوضات كما أعلن مسبقا، وأن اللقاء اليوم في القاهرة هو لقاء أخير، فرصة أخيرة. هل تريد الولايات ولكن المتحدة؟ أستاذ عدنان، هناك تصريحا الأخيرة؟ هناك تصريحات من مسؤولين إسرائيليين يتحدثون، يقولون إنهم غير متفائلين في حدوث تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي ستجرى في القاهرة. يعني لماذا هذا التصريح؟ هل هذا اتهام لتعنت نتنياهو الذي يبدو أنه يستمر ويواصل الحرب على قطاع غزة، وأن موضوع إنهاء الحرب وإنهاء القتال لا يصف في مصلحة نتنياهو؟ أولا، أعتقد أن جهتين أو الجميع يكذب، أولئك الذين يتهمون بنيامين نتنياهو يكذبون، لأنهم أيضا هم يصطفون خلفه في كل ما يفعل. النقد الوحيد الموجه لبنيامين نتنياهو أنه لا يريد صفقة تعيد الأسرى، وكل الذين يطالبونه بالموافقة على الصفقة بما في ذلك الولايات المتحدة، وحتى زعيم المعارضة لبيد الذي قال له أمس اذهب أنت إلى القاهرة وأنجز هذه المهمة، جميعهم قالوا ويقولون علنا أن العودة إلى الحرب ليست مشكلة، سنعود متى شئنا، وهذا ممكن أن نفعل. بنيامين نتنياهو يستفيد من أنهم جميعا لا يجرؤون على القول، جميعا لا يجرؤون على القول أنهم لا يريدون الحرب، جميعا فقط يريدون أن يقولوا له اذهب وانجز مهمة الإفراج عن الأسرى ثم عد واقتل الفلسطينيين وافعل بهم كما تشاء. بنيامين نتنياهو بالنسبة له إعلان وقف الحرب مشكلة، مشكلة، هذه المشكلة الشخصية الوحيدة بالنسبة له، الإعلان عن وقف الحرب، لأن الإعلان عن وقف الحرب
إعلان فوري عن بدء التحقيق. والإعلان الفوري عن بدء التحقيق هو اتهام مباشر لشخصه، خصوصا وأن لبيد أعلن أمام كل العالم أنه تلقى نفس الإحاطات التي تلقاها بنيامين نتنياهو قبيل السابع من أكتوبر، والتي كانت جميعها تشير أن السابع من أكتوبر قادم، وأن بنيامين نتنياهو لم يفعل شيئا حيال ذلك. فسيكون المتهم الوحيد هو يحاول كسب الوقت لشيئين. واضح أن، وهذا ما يبدو من استطلاعات الرأي في دولة الاحتلال، أن الذي كان صفر يوم السابع من أكتوبر، الثامن عشر من أكتوبر، اليوم استعاد مكانته تقريبا، أو في طريقه لاستعادة مكانته. ولأول مرة استطلاعات الرأي تقول أنه هو والليكود يتقدمون على غانتس ومعسكر الدولة. هذا من جانب. لكن المخاطر التي تهدد بنيامين نتنياهو، الانقسامات التي بدأت تظهر داخل ائتلافه، لم يعد موحدا. ليس فقط بن كبير وسموتريتش الخطر الوحيد، وأنا أعتقد هذا أخف خطر عليه لأنهم لا يشكلون خطر، وهو يعرف أنهم لا يشكلون خطر، أصغر من أن يسقطوا الحكومة ولا يرغبون بذلك، وهم المستفيدين الوحيدين من وجود هذه الحكومة. لكن خطر الحريدين بات خطرا حقيقيا حين احتد الخلاف بينهم وبين الصهيونية الدينية على موضوع الأقصى أولا، ثم على موضوع التجنيد ثانيا، ثم على موضوع الصفقة ثالثا، وهم الذين أفتوا دينيا بضرورة الصفقة وضرورة الذهاب إليها. وأخيرا كان علاقتهم فتح علاقة جديدة مع المعارضة واجتماعات شاس مع لبيد، والتخطيط المشترك لإصدار قانون في الكنيسة يحرم، يمنع عفوا، لأنهم حرموا من ناحية دينية، ولكن يريدون أيضا أن يمنعوا من ناحية قانونية الوصول إلى المسجد الأقصى. والخطر أيضا الثالث الانقسام الداخلي في الليكود، وظهور خلافات حقيقية باتت تحولت إلى خلافات سياسية وخلافات حزبية بين المسيطر على الليكود بنيامين نتنياهو وبين القائد الذي ظهر تأثيره واستعداده لمعارضة بنيامين نتنياهو واتخاذ مواقف مختلفة، وهو جالانت. والحدة الخلاف تعالت بين جالانت وبين بنيامين نتنياهو، زادت أيضا بالإجراءات الأخيرة التي بات يقوم بها سموتريتش وبن كبير في الضفة الغربية، واقتحامات القرى والاعتداءات البشعة على الفلسطينيين وتحذيرات أجهزة الأمن بما فيهم جالانت من خطورة ما يقوم به المغتصبين في الضفة الغربية، وأن احتمال اشتعال الضفة الغربية أعلى بكثير مما هو عليه الآن، بات واردا جدا بسبب من تصرفات سموتريتش وبن كبير، والتمرد الذي بات يقوده سموتريتش وبن كبير حتى على الجيش وحتى على الأجهزة الأمنية، ومعارضة قرارات الأجهزة الأمنية والمحاكم العسكرية وما قاموا به ضد اعتقال الجنود الذين قاموا بالاعتداء على البطل الفلسطيني في الأسر. هذه الحالة هي التي يخشاها بنيامين نتنياهو، ولا يخشى أي جهة أخرى أو شيء آخر. لكن اليوم إذا لم يذهب بنيامين نتنياهو إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأعتقد أن الفرص التي تمنحه إياها راغبة ولا تمنحه إياها، يعني تمنحه إياها طواعية، لأن الولايات المتحدة لها نفس الأهداف، وهي تعلن أن لها نفس الأهداف ولا تخفي ذلك، لذلك يتمنحه تغطية لأيام هنا وأيام هنا. هل انتهت هذه الفرصة، هذه المهلة؟ وهي ليست طويلة حتى لو لم تنتهي اليوم، لأن الولايات المتحدة ذاهبة إلى انتخابات، والانتخابات باتت على الأبواب، ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تدخل الانتخابات، وأقصد هنا الحزب الديمقراطي الحاكم، أن يذهب إلى الانتخابات ومرشحته في ظل حرب غير محسومة أو غير متوقفة، خصوصا وأن ذلك سيجعلها في حالة تخسر جزء كبير جدا من جمهورها. اليوم اعتمدت دعايتها السياسية خارج المسائل المحلية الأمريكية والدولية الأخرى، هناك في موضوع غزة الذي بات يأخذ قسطا مهما من الدعاية الانتخابية، وفي كل اللقاءات يضطرون للحديث بشكل أو بآخر. ترامب واضح علني ولا غير معني لا بفلسطين ولا بالفلسطينيين ولا بغزة ولا بالغزيين، وهو معني فقط بدولة الاحتلال، حتى أنه يريد أن يوسعها، يعني وصل به الأمر حد ذلك. وهاريس تميزت بأنها تقول يجب وقف المقتلات، يجب هذه اللي يجب. إذا وصلت الانتخابات وهي تكذب هذه الكذبة نفسها، والعالم اليوم يعلم
أن الولايات المتحدة قادرة بقرار مباشر فوري آني أن توقف هذه المقتلة إذا ما أرادت، لأنها ليست فقط سيدة القرار ولكنها سيدة الإمداد. من الذي يمنح الاحتلال السلاح؟ من الذي منحه جسرا جويا متواصلا لنقل كل أنواع الأسلحة لقتل أهل غزة؟ من الذي يمنحه الغطاء السياسي والدبلوماسي؟ نعم، من الذي يحارب معه على جبهة المنظمات الدولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وفي مجلس الأمن واستخدام الفيتو كلما أراد ذلك؟ من الذي يسمح هذه التغطية الكبيرة في موضوع استمرار المفاوضات ومواعيد جديدة واقتراحات جديدة وأفكار جديدة وهذه الجولة المكوكية التي 11 مرة زار بلينكن المنطقة خلال هذا العام؟ صحيح. إذن الولايات المتحدة تقوم بعمل حتى اللحظة، أعتقد أن الساعات وليس الأيام، الساعات القليلة. أنا بالنسبة لي رأيت أن وصول وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى القاهرة له دلالات. لا تأتي حركة حماس إن لم تبلغ أن هناك تراجع من قبل بنيامين نتنياهو، طيب، أو أن هناك مقترحات إيجابية، لأن القول الإعلان الحركة عن سبب ذهاب الوفد برئاسة الدكتور خليل الحية إلى القاهرة كان واضحا: جئنا لنستمع. طيب، فقط. عبر أسكاد، أعلنوا أنهم لن يفاوضوا. عبر أسكاد من جنين الكاتب والباحث السياسي عدنان الصباح، شكرا جزيلا لكم.